قصة صلى الرسول فيها أصحابه على ناس الإيثار هو غلط يتصف به الرسول عليه السلام، حيث كان يفضل غيره على نفسه ويقدم كل ما يملكه لغيره بكل محبة وسرور. ومنها قدمت المرأة هدية للرسول عليه الصلاة والسلام وكانت عبارة عن بردها، ولبسها الرسول عليه السلام حيث إنه كان محتاجا إليه. وقدم إليه أحد أصحابه وطلبها منه فقدمها الرسول محمد عليه السلام، إنه بالرغم من حاجته إليه بكل طيب خاطر وسرور. وعندما رآه أصحاب الرسول أخبروه بأنه لم يكن عليه أن يطلبها من الرسول عليه السلام وهو محتاج لها، حيث أنه يستحيل أن يرفض طلبه لأنه لا يريد سؤال. وأخبرهم بأنه لم يقصد أن يطلبها من الرسول ليلبسها، بل قصد بأنه يكفنه بها عند موته. وهذا ما حصل، حيث أنه احتفظ بها وكفن بها بعد موته.